الذبح انقسم الى ثلاثه اقسام نوني قال الدوان قالكو اندي هيرسوغول هيرسوغول نو فيتشي بيتشاتاتي نعم ذبح لله هذه اضاحي عقيقه صدقات هيرسوغول في الله صفه هوندوم صفه جولديجي ان ما لا يا ان كانيوما دنابو اكوناندي مودون الثاني ذبح لغير الله محبة وتعظيم اذبح للجن لاصحاب القبور لانه يحبهم كما يحب الله سبحانه يعظمه كما يعظم الله فيذبح لهم ويتقرب لهم بهذا القربان فهذا هو الشرك الاكبر ما ديم نون هيرسو غونغول كو هيرسانغول كو وانا الله سبحانه وتعالى هيرسانغول ولي ولا هيرسانغول جن ولا شيطان كو ناندي مودون دون دو كو نون شركو نجانو نكو شركو نجانو باركو الله تون دوا مانيريدن الثالث ذبح جائز اذبح حتى اكل اذبح لاني جزار ابيع اللحوم فلا اشكال في هذا نوني تمون كو هيرسوغا نورمانو داغي سيفون هيرسوغول فينو نياميرا اندونا ايلانو نعم اذا المهم عندنا نحذر من القسم الثاني من الذبح لغير الله محبه وتعظيم هذا هو الشرك الاكبر نسال عافية السلام والله اعلم نوني ديمون نوني ديمون دو رينادي هون دون هيرسان كو وانا الله سبحانه وتعالى هربين صفه ولي ولا شيطان ولا جن كون اندي مودون كو اوتي هيرسان تابي كو في ييدو غولبه كانيوم اي ماوني غولبه يو الله وندو ين دون